ياتي كلودي ابي حنا مراسله الغد. ان كنت في مكان امن بالطبع نتمنى. حدثينا عن اخر التطورات لديك من حيث انت. سحابة الدخان الكثيفة السوداء هي تصبح أكثر كثافة الآن مع تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن دخان أسود، حرائق اندلعت في أكثر من مكان في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا الآن صوت غارة، هذا حريق جديد اندلع في منطقة السنتيريز كما أبلغت، والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة وسط تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي. يأتي ينفذ الغارات ويستمر طيران الاستطلاع بالتحليق بكثافة في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن هذا هو الوضع هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت التي دخلت على خط النار وباتت جبهة إضافية مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل، أو أنها باتت هدفا مفتوحا لإسرائيل في سياق هذا الصراع الحاد الدائر بين الجهتين منذ 8 تشرين الماضي. كلودي، كان الحديث عن ما يقرب من 33 غارة خلال الساعات الماضية، ولا تزال النيران كما وصفتي لنا مشتعلة. عدد الغارات وعمليات نجدة السكان ونزوح بعضهم، ماذا تسمعين؟ كيف تشاهدين وأنت على الأرض؟ قد يكون عدد الغارات أكثر من ذلك قد يكون أكثر من ذلك، لأن الغارات متتالية وهي تستهدف أكثر من منطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن أماكن يريد أن يستهدفها، ولكن من الواضح أنه استهدف أماكن أكثر وأماكن لم تكن محددة في البيانات التي كان قد أصدرها. هو كان قد أعلن عن الليلكي، عن الحدث، عن برج البراجني، ولكن نرى أنه استهدف مناطق كثيرة أخرى، استهدف صحراء الشويفات، العمروسية، سانتيريز، قرب الشياح. كل هذه المناطق استهدفها الجيش الإسرائيلي بطيرانه الحربي. ونتيجة ذلك، ولأن الأهالي في الضاحية الجنوبية لبيروت لم يكونوا يتوقعون هذا الهجوم الكبير على مدينتهم، هم لم يكونوا قد نزحوا بأعداد كبيرة من الضاحية. عدد كبير من أهالي الضاحية كان لا يزال موجودا فيها، ولكن مع حصول هذه الغارات الجوية أو هذا الهجوم الجوي غير المسبوق، والذي بدأ بهجوم عنيف وكثيف جدا على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت مسويا بالأرض مجمعا سكنيا كاملا، إذا هذا الأمر واستكمال هذا الهجوم الجوي بهذه الغارات دفع بالأهالي إلى أن يتركوا منازلهم. وكما علمت أن ساحة الشهداء مثلا في وسط العاصمة بيروت هي تعج بالنازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت، أتوا افترشوا الأرض كي يمضوا هذه الليلة. إذا أصداء الغارات صحيح معك كلودي، أصداء الغارات ربما كانت الحكومة اللبنانية قد صرحت بأن هذه الأمور إن خرجت عن السيطرة ربما طاقة الاستيعاب المدنية والدفاعات المدنية لن يمكنها من مساندة السكان ومراعاتهم، وأيضا من إسعافات وكذلك أماكن إيواء لعدد المغادرين والنازحين. والصورة لنيران مشتعلة، لنعيد أيضا عدد من الأماكن الذي تم استهدافها اليوم كما ذكرتي: حارة تحريك وبرج البراجنة، والمسيرات لازلنا نراها في سماء الضاحية. هل هناك أرقام أولية عن عدد المصابين ومن استشهدوا، أم
أن الوضع الحالي لا يسمح بخروج أي من هذه الإحصائيات؟ نحن كنا استضفنا سيارات إسعاف وأطفاء في الأمكنة التي تعرضت للغارات، وخصوصا في الليلة كي كنا استضفنا سيارات الهيئة الصحية أيضا لنجدة من يمكن أن يكون قد أصيب في هذه الغارات، ولكن حتى الآن وعلمنا أيضا بأن هناك إصابات نقلت إلى مستشفيات المنطقة، وهذه غارة قوية. نعم. هذه غارة قوية وعنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت. نعم، نستمع معك كلودي لهذه الأصوات لتوالي الغارات. حال من الصدمة هنا في الواقع، حال من الصدمة. كلودي، البعض كان يتحدث أن هذه المشاهد لم تكن حتى في عام 2006. هذه المشاهد كانت في حرب تموز 2006، كانت هذه المشاهد حضرت، ولكن ربما الصواريخ الثقيلة التي تزن 2000 طن التي استخدمتها إسرائيل في حارة حريك لتسوي المبنى بالكامل، التي تسوي المجمع السكني بالكامل بالأرض المؤلف من 7 أبنية، هذه الصواريخ لم تكن موجودة، ولكن الضاحية في حرب تموز تحولت إلى ما يشبه ملعب كرة قدم، ولم تعد هناك أبنية موجودة. الآن الصدمة أنه بعد 18 سنة يعود الناس ليعيشوا المأساة نفسها، النكبة نفسها، النزوح نفسه، التخلي عن الرزق نفسه، وأيضا من سيسقط من شهداء ومن جرحى، ومن سيصاب بالإعاقات الدائمة. هذا الأمر صعب جدا أنه في هذه الفترة القصيرة أن يعيش الأهالي الحرب الضروس نفسها، وأن يتلقوا هذا الكم من الاعتداءات العنيفة. وأذكر بأن الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت في الأيام الماضية، في الفترة الماضية في هذا الشهر، شهدت اعتداءات كبيرة جدا، أبرزها الاعتداء السيبراني عندما كان الناس في الضاحية الجنوبية لبيروت تنفجر الأجهزة السلكي، أجهزة اللاسلكي في جيوبهم، في أيديهم، أمام أعينهم. هذا الأمر أيضا أدى إلى حال من التروما، من الصدمة الكبيرة. والآن بعدها قالوا بأن الاعتداءات هي مركزة، هي اغتيالات، ولكن لم يكن أحد يتوقع أن يتم تدمير الضاحية هكذا. كلودي، بالطبع نتمنى